السلام عليكم، مرحبا يا قوم، اهلا وسهلا فيكم. عبد الهادي معكم من المدرسه. ان شاء الله تكون بكل صحه وعافيه. مثل ما عودتكم كل بدايه شهر في تغييرات جديده بتصير بالمانيا، بحب اني اشرح لكم اياها بشكل سريع ومختصر من خلال قناه اليوتيوب. فاذا عجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك وحط لنا تعليق حلو واكتب لنا رايك بالتعليقات، هل هي التغييرات هاي الجديده منيحه او لا. خلينا نبلش بشكل سريع. التغيير الاول هو التنبيه وليس تغيير، اللي هو معنى حد للتاريخ 31/12 الاشخاص اللي هي مستاجره بيوت بالمانيا، وانا منهم، وكثير رقم كبير من العالم، ما يقارب 40 مليون شخص مستاجر في المانيا. للتاريخ 31/12 اذا ما وصلك النيبن كوستن ابريشنونج، الحساب السنوي تبع النيبن كوستن اللي انت بتدفعه بشكل شهري، ل 31/12 وصلك بعدين وطلع عليك نخت سالونج. إذا وصلك بعد 31/12 بهالحالة بيحق لك أنك أنت ترفض تدفع النخت سالونج لأنه ما وصلك قبل نهاية السنة، إلا إذا، هون في استثناء طبعا، إلا إذا أثبت الفيرميتا المؤجر أنه هو غير مذنب بهذا التأخير اللي صار، بهالحالة بيطالبك أنك أنت تدفع النخت سالونج. وصدقا أنا من 2015 عايش بألمانيا، 2016 استأجرت بيت، لحد هاي اللحظة كل سنة بيطلع لي نخت سالونج، مع أنه يعني بحاول قدر الإمكان انه الواحد يوفر مثلنا مثل بقية العالم، بس دائما بيطلع نخت سالونج. فلذلك انا قررت من عام 2018 اني كل ما اجى نخت سالونج اجاني نيبن كوستن اني انا اعترض عليه، وكل مرة ما بيكون عند الشركة فواتير نظامية تبعتها للمحامي وترد عليه وبتنام القصة ولا بيردوا ابدا لانه ما في فواتير نظامية. فلذلك احنا هذا مو موضوعنا، بس حبيت اني اذكره. دائما لازم تأكدوا وتساوي كنترولر وتساوي أوبا بروفونج للنيبن كوستن اللي انتو عم يصلكم، لانه كتير ممكن يصير فيه خش او يصير فيه خربطة. المهم، رقم 2، ارتفاع اسعار ابتداء من شهر 12، لانه مو في ارتفاع عالمي غير الارتفاع العالمي، حيرفعوا الالكافي ماوت، رسوم استخدام الطرقات بالنسبة للالكافي اللي هي ابتداء من 7.5 طن. فعلى سبيل المثال اذا انت موصي على الغرض، هذا الغرض حقه 100 يورو، فبدك تحط بالحسبان انه زاد اقل شيء 10 سنت زيادة على سعر الغرض اللي انت اجاك. وما دام ارتفعت اجور استخدام الطرقات بالنسبة للالكافي للترانسبورت، فتوقع الزيادة او هي حتكون الزيادة على كل المنتجات بالمانيا ابتداء من شهر 12. رقم 3، شغلة كتير مهمة ومعروفة هي سابقا، بجوز انتم بتعرفوها، كانت هي الدولة حاطة خطة ل 31/12/2023 قصة الغاز وشتروم بريمزن، انه هي تحدد الاسعار على سقف معين، اذا طلع السعر اكثر من هيك فبتتحمل معك الدولة جزء من التكاليف لفاتورتك الكهرباء او لسعر الكيلو وات تبع الكهرباء او تبع الغاز. هذا القانون عملوا له فيرلينغونغ، مددوه ل 31/3/2024، كان هو من المحدد انه ينتهي بنهايه السنه، المهم مددوا. رقم 4، الشتوير كليرونغ، الاشخاص اللي غير ملزمه، يعني هي في غاي فيليش بتعمل ابقابل الشتوير كليرونغ تبعها، الاشخاص اللي ما لها مقدمه من عام 2019 يحق لها لتاريخ نهايه هاي السنه انه هو يقدم الشتوير الخاصه في الشتوير كليرونغ تبع 2019. نرجع منأكد، غير الملزمه اللي هو بيبعتها هيك من طيب خاطره انه هو بده يساوي شتوير كليرونغ ويشوف هل هو بيطلع له ايرشتاتونغ او دا نخت سالونج. من خلال دراستي بالشتوير فاكن اجشتلت بلشت افهم شوي من هنا للاشخاص الملزمين، ان شاء الله بالايام القادمه اذا رب العالمين احيانا بسوي فيديو سريع ونحكي عن الاشخاص الملزمين وغير الملزمين بتقديم الشتوير كليرونغ الخاصه فيه. الخبر الخامس معنا، الاشخاص اللي بتشغل بالبفليغ، لكم خبر سار جدا وهو زياده رواتب اسعار الساعه بروتو، طبعا ما ننسى 25 سنت بالنسبة للبفليجي هيلفا، يعني إذا هو كان بياخد الحد الأدنى من الأجور 13.90 بيصير بياخد 14.15. أما الأشخاص اللي معه أوسبلدونغ فاخ كريفتر بياخدوا 60 سنت زيادة على الساعة بروتو، طبعا ما ننسى لسه ما نخصم منها لا اللونشتريا ولا السوسيال فرسجونغ باي تريغ. هاي شغلة كتير مهمة لازم أنتوا تعرفوها، دائما نحن عم نحكي عن الأسعار بالبروتو أو عن الساعة، أجر الساعة بالبروتو. الخبر اللي معنا الأخير اللي هو الكاف تسيت فرسيجونغ، الأشخاص اللي عنده سيارة وتأمين السيارات بتعرفوا مثل بالعادة بيخلص هو لحد بكرة 30/11/2023. إذا أنتوا لحد هاي اللحظة ما عملتوا إلغاء للعقد وجاكم، خلينا نقول قبل كم يوم جاكم الأنجبوت الجديد من شركة التأمين أنه نحن حنرفع عليكم مثلا 50 يورو، قبل 3 سنوات او سنتين كان دائما كل ما ارتفعت الشوفة تبعك اكثر كل ما تحسنت ونزل السعر تبع التأمين تبعك بنزول،
إلا هالسنتين هدول اللي مضوا للأسف كل ما ارتفعت الشوفة تبعك كل ما عم يرتفع السعر أكثر بسبب ارتفاع أسعار التأمين بشكل عام. فلذلك إذا أنت وصلك على سبيل المثال الأنجبوت قبل 3 أيام 4 أيام أسبوع اللي هو ما بتنتظر لحد 30/11 أو ما بتكون هي الفريست لحد 30/11 حتى تلغي العقد، معك وقت لتاريخ شهر من إصدار العرض اللي هنا بعتوا لك إياه. يعني هون في شيء اسمه زوندا كونديغونج اللي هو إلغاء العقد أو فصل العقد لسبب خاص اللي هو إنه هن بعتوا العقد بشكل متأخر، ولك مدة شهر بعد استلامك أو من تاريخ إصدار البريد. يا هي يا هي بصراحة ماني متأكد منها مشان ما هيك تنتبهوا كتير على قصة هاي التواريخ، معك شهر إنك أنت تساوي زوندا كونديغونج وتغير عقد التأمين الخاص فيك. هيك بهالحالة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. دائما بقول لكم ديروا بالكم على بعض، حبوا بعض، ولا تزعلوا بعض. بشوفكم على كل خير الفيديوهات القادمة، وهلا حلكم. السلام عليكم.